ليا رح نتابع حديثنا اللي بدأناه واللي دائما عم نحكي فيه بصباحنا غير صحيح. بشهر تشرين الأول ضمن الحملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتزامن مع الحملة العالمية طبعا لكتير لنتعرف على المعلومات والنصائح الطبية. واليوم معلومات جديدة عن وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي رح نتعرف عليها سوا مع الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، صباح يسعد الخير. صباحك. هاي أهلا زينب، وسهلا. صباح الخير دكتور، صباح يسعد لي النور. هاي صباحك. ليا، يعني بالبداية كثير حكينا عن الكشف المبكر خلال هذا الشهر وبختام نعم هذا الشهر، يمكن خلينا نختم حديثنا بأنه قديش مهم الكشف المبكر، شو هي الأيام المناسبة وشو هي الحالات المناسبة للأنثى إن كانت بعمر صغير وإن كانت فوق 40 للكشف المبكر الذاتي، خلينا نقول، والفحص أيضا عن طريق بالذات. الماموغرام. طيب، أولا يا صباح النور. ثانيا بهذا الشهر الوردي بجد كتير كتير تعبتوا فيه، بس بظن أنه لقينا نتائج جدا مهمة. وبنفس الوقت شهر الياسمين، بتمنى لكل ياسمينة بكل سوريا أحلى جمال وأحلى سلام وأحلى شفاء وأسرع شفاء يا رب. طيب هلأ نرجع لسؤالنا أنا وياكم قبل شوي. خلينا نرجع نذكر مشاهدينا أنه نحن شو هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو أنه نكتشف حالة سرطان الثدي قبل شغلتين، قبل ما أنه تقدر تكتشف أي وحدة أنه في عندها مشكلة بثديها بالفحص الذاتي يلي هلا بدنا نحكي عنه، والشيء الثاني قبل ما يكتشفه الطبيب بالفحص الدوري يلي لما بتجي المريضة لعنده على عيادته، وجزء من الفحص الشامل بيكون فحص الثديين. إذن الكشف المبكر هو بتجاوز هدول المرحلتين. هلأ برجع للشرائح العمرية اللي ذكرتيها حضرتك. نحن منقول ببلدنا الوسطي، طبعا هو يختلف من بلد لبلد وله كذا قصة بتتبع، يعني هو كذا عامل بيخلي ياخذ القرار انت يتم الكشف المبكر. نحن منقول المعدل الوسطي ببلدنا خلينا نقول 40 سنة فما فوق يجب أن يبدأ الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر صورة الماموغرام يلي هلأ بدنا نشرحها لنا. أوكي طيب هلأ هي خلصنا منها أنه حطينا هيك مثل أنه بيز لاين أنه هو العمر 40 سنة. طيب إمتى نحن ممكن نبدأ فيه بشكل أبكر؟ بقى نبدأ فيه بشكل أبكر إذا كان في عنا قصة عائلية موجودة وراثية موجودة عند أحد الأقارب. هلأ إذا أقارب درجة أولى ممكن نبدأ من 30 سنة إذا الأم أو الخالة أو الأخت. أقارب أبعد ممكن نبدأ بال 35 سنة بالكشف المبكر اللي هو عبر صورة الماموغرام. نعم. إذا في بعض العوامل الخطورة الثانية، يعني أي أنثى تعرضت لأشعة كثيرة، مثلا مرضت مرضى كثير كبيرة بصدرها بجهاز تنفسي، تعرضت لصور كثيرة كسور أو شيء لأشعة كثيرة، لأشعة تصوير أشعة لغير الثديين لأسباب أخرى، وقتها هون منبكر بإجراء صورة الماموغرام، يعني منبكر ببدء التشخيص المبكر. هلا في حالات تانية حتى بالتمييز عفوا بين الأقارب، إنه إذا بيكون الأخت أو الأم أصيبت بسرطان الثدي بأثناء سن النشاط الإنجابي، منبكر وقتها لأي وحدة من العائلة منبكر بمرحلة الكشف المبكر، يعني بالإجراء اللي بدنا نعمله يلي هو الماموغرام. أما إذا أصيبت بعد سن النشاط الإنجابي، لأنه باي ذا واي هو أكثر شريحة عمرية ببلش يصيب سرطان الثدي فيها هو بعد 45-50 سنة، هي أكثر شريحة عمرية. الشرائح الأقل لا، هي شريحة عمرية أقل تعرضا للإصابة، فبوجود هيك عامل وراثي أو عائلي أخرى تقدر التعرض للأشعة مثل ما حكينا، منبكر بإجراء صورة الماموغرام بهي الحالة. نعم. نعم دكتور، خلينا نحكي شوي، يعني عم نحكي عن الوسائل للكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. وبعتقد أنه كل يعني النساء صار عندهم خبرة بهذا المجال، لكن بيضل في إشارات استفهام وتخوف. نعم. يعني نحن بنعرف الفحص الذاتي، صارت كل سيدة تعرف كيف تفحص نفسها ذاتيا عبر البروشورات اللي عم توزعوها وعبر أيضا إعلان
إعلانات التوعية اللي عم نحطها على التلفزيون. في الإيكو وفي أيضا الماموغرام وفي كمان الإبر اللي رح نحكيها عنها بالتفصيل. خلينا نفصل كل شيء وعلامات الاستفهام والتخوف من كل وسيلة. يعني إمتى الإيكو بتلجأ له السيدة؟ إمتى الماموغرام واللي هو يعتبر أكثر دقة يمكن بتفصيل بالتشخيص؟ وشو علامات التخوف منه؟ فخلينا نحكي عن كل حالة. طيب هلأ في بالمجالين موجودة قدامكم اللي هو موجود عليه الموجود فيها أول شيء اللي هو كيفية إجراء الماموغرام. الماموغرام هو عبارة عن صورة أشعة للثدييل. مثل ما منلاحظ أنه السيدة اللي واقفة هون طبعا صورة ترسيمية. كيف بيتم إجراء الماموغرام بهي الحالة؟ هون هذا يتطلب جهاز أشعة دقيق مضبوط الجودة، تكنيشن فني دقيق. هلا عم نرجع دكتور معلش نرجع نحكي عنه. اوكي نعم. هلا هذه الصورة اللي على يسار يعني على يمين الشاشة هي كيفية إجراء صورة الماموغرام. انه وهلا لانه نحكي شو كل شغلة، مثل ما سألتيني زينب شو الأعراض تبعيتها، انه هذا الإجراء بيتم بده يكون جهاز دقيق عالي مضبوط الجودة، تكنيشن فني جيد عم يشتغل عليها، وقارئ شعاعي جيد لإلها. تمام. بالمناسبة ما في صورة ثدي مثل الثاني، لأنه ما في ثدي لأي أنثى مثل الثدي بيشبه الثاني، مثل كل طرف بالجسم. تماماً وبين مختلف أفراد العائلة. طيب هلأ التخوف الموجود انه دكتور انه مثل ما شفنا بالصوره قبل شوي انه هو مؤلم، انه لانه بده يكون في الصفيحه الموجوده اذا بتقدري تعرضيها بنشوفها، انه مؤلم شوي. اوكي انه مؤلم شوي لانه بده يصير في ضغط على كل ثدي لحاله، الصفيحه الموجوده تحت والضغط بالجهاز حتى نقدر ناخذ وقتها صوره دقيقه وقراءه جيده. طيب أوكي. هلا التخوف الثاني مشان صوره. تماما هي الصوره، هي ما لحق الدكتور يحكي عليها، معلش نقول للمخرج نحطها. تماما هي فلذلك هون تشعر انه السيده انه او البنت انه هون في الم فيها. قد تشعر اوكي معلش شويه الم بسيط محمول. هلا موعد اجراءه يلي ممكن يخفف الالم. تمام. يلي هو موعد الاجراء انه نحن بنقول قبل الدورة بحوالي أسبوع لما بصير في احتقان للثديين، لا طيب ما بنعمل الصورة فيها. أثناء الدورة الشهرية الثديين كتير حساسين وقد يكونوا مؤلمين كمان بعد عنا. طيب ومنرتاح 4-5 أيام بعد الدورة الشهرية، بعدين هي الفترة يلي بنعمل فيها صورة الماموغرام. تمام. الفترة الأنسب لناخد أدق قراءة. لسبب بسيط سيدتي وأرجو انتباه زينب وليال الموضوع، إنه إذا نحن في سيدة عندها إصابة وبالماموغرام ما قدرنا نلقطها وقلنا لها أنه أنت ما عندك شيء، لبعد سنتين رجعي منكون خسرنا كتير فرصة ذهبية لها. فلذلك القراءة جدا هامة وأرجو التأكيد على هذا الموضوع. طيب هلأ كمان يلي بتخاف من الألم، من قلت ما في مانع قبل بساعة تاخذي حبتين بين كيلر مسكن ألم، تاخذي حبتين مسكن الم، خذي حبه انتي ستريس، عملي احتياطاتك وتعي، عملي احتياطاتك. خذي حبه انتي ستريس اللي هو مهدئ نباتي باي ذا واي، يعني اي شيء نباتي ممكن يهدئ، وتفضلي وقت اعملي الصوره. هلا رح نقول رح نفترض على قد مساحه ايدي هيك انه هي موهومه من الالم والرد اللي رح تتعرض له، رح تكتشف انه بعد اجراء الصوره الوهم الحقيقي يعني او الالم الحقيقي ما بيستاهل غير هالقد بس. اوكي هي مشان صورة الماموغرام. هلأ بقى إذا لقينا شيء بالماموغرام وقتها هون ممكن نلجأ للإيكو يلي سألتني يعني زينب عنه قبل شوي. الإيكو كمان وقتها بيكمل الصورة عنا. ببعض الحالات يلي منلجأ لصورة الـMRI الرنين المغناطيسي مع التركيز، لما الدكتور بده يطلب وقتها من طبيب الأشعة إنه ركز على منطقة مثلا الربع العلوي الوحشي للثدي يلي هو أكثر منطقة بتخوفنا بالإصابة لا سمح الله بسرطان الثدي. وباي ذا واي هو نسبة إصابته يعني عالية، تعتبر أنه حوالي 40% 40 لكل 100 ألف امرأة سنوياً يضاف. زادت هلأ بسوريا كتير كمان. هلأ يمكن بالعالم هو بالأجمل. يمكن هو ما زاد أكثر، زاد الكشف عنه أكثر. أنا هيك بتهيأ لي مع زياد بعض عوامل الخطورة يلي من الدخان، السمنة، بعض العادات الغذائية، هي زادت من عوامل الخطورة، الكحول المفرط
بيزيد كمان من علامات الخطر من يعني انه يصير في عنا اصابات اكثر. بس النسبه الوسطيه اللي انها حوالي 40 لكل 100,000 انثى موجوده بالعالم. طيب هلا بقى نلجأ للاجراء لانه نحن شكينا بشيء. وهلا باي ذا واي انه بدنا نحكي بشغله انه عن الافات السليمه الاكياس اللي ممكن نشوفها والداء الغدي الليفي يلي فعلا هو بتكون الصوره مطمئنه الفحص مطمئن وبالرغم من هيك خلص صار في شك عند المريضه وفي شك عند الطبيب وبخاصه بوجود قصه وراثيه عائليه مثل ما سالتوني قبل شوي. نلجأ لشيء اسمه الاف ان اي فاينل نيدل اسبيريشن يعني الخزعة بالإبرة أو الرشف بالإبرة. مع هو الفرق كتير كبير بين التنتين بين أنه إذا شغلة كيسية نأخذ منها رشافة تمام أنه المخبر يقرأ رشافة وبين أنه نأخذ خزعة يلي هي بتتم بإجراء بسيط كتير مشان نقول كمان أنه ما فيها شيء ولا بدها بين كيلر ولا بدها أو الاحتياطات اللازمة مثل ما قلتي زينب قبل شوي يلي هي أنه نحن بمخدر موضعي بسيط لما كان يلي مشتبه فيه بعد ما بيحدده الطبيب تمام وممكن يرسمه وبيحدده بالفحص السريري تماما بيحصر الكتلة أو المنطقة المشتبه فيها بيحصرها بين أصابعه وبعدين وقتها بالإبرة مع مثل ما قلنا المخدر موضعي بسيط بالإبرة وبشكل ناهز بسيط ليقدر يوصل تماما بيشعر أنه هو قدر يوصل للماس الكتلة أو للنسيج يلي هو suspected بين قوسين مشتبه به. بهي الحالة بس بياخذ بيسحب الإبرة وبتطلع فيها الخلايا وتنبعث للتشريح المرضي. طيب هلا شو المخاوف يلي كمان سألتيني أنا قبل شوي ليه إنه المريضة قديش ممكن تخاف من هذا الإجراء الإبرة. طيب من اللون أكثر خوف عندهم يا هو وبالمناسبة في شيء بيخافوا منه بصورة الماموغرام هلا بنتذكره من أوله. وبعدين كل هدول الشغلات ممكن هو شك تأكد طبعا يعني طبعا مو انه اذا حوالك الدكتور لتعمل إبرة ابدا هو لنكمل البروسيجرز تبع الاستقصاءات مشان الا انت سليمه معافاه بدك كل سنتين مره ماموغرام ولا الا كل سنه تمام اوكي هي فلذلك انه هي اكثر مخاوفها من الإبرة وهي اكثر شيء بنسمعه تمام انه لا انا ما بسترجي اعمل الابره لما بفوتوا الابره وهن عم يسحبوا وبيطلعوها بتكون اذا في خلايا خبيثه بتطلع بتنتشر ببقيه طبقات الجلد والنسيج الشحمي وهيك بنقول لهم والله هذا الكلام ما هو مزبوط ما رح تطلع اشاعات بنقول لهم هذا الكلام ما هو مزبوط ما رح تنتشر الخلايا بهي الحاله ابدا على الاطلاق وبالاساس اذا آفة سليمه ما رح يطلع فيها شيء الحمد لله سليمة وإذا خبيثة ما رح تنتشر الخلايا تمام وهو إجراء غير مؤلم فلذلك إنه يعني بس فعلا شكت إبرة بكل معنى الكلمة أوكي فإذا هذا جدا كتير مشخص إذا اضطرينا لإله للحالتين إذا طلع في عنا كانسر لا سمح الله وقتها وخاصة مع الكشف المبكر بنلقطه بمراحله الأولى بمعنى نحن خلينا نقول إنه نحن إذا في عنا اي كتله هلا موجوده قطره سنتي او اقل فهي على الاقل احتاجت لخمس سنين لتوصل لهذا القطر فاذا بهالخمس سنين عنا على الاقل فرصتين بالماموغرام وفرصتين او اذا مو اكثر بالابره لنقدر نسحب منها واذا شخصناها انه وطلعت كانسر سرطان ثدي نسبه شفائها 98-99% يعني هي شفاء تام ومع العلم انه المقصود بالشفاء بدون ما نضطر لاستئصال الثدي الكامل بدون ما نضطر لتجريف العقد تحت القبض ما في عن بجوز ما نضطر لمعالجة راديو أو كيموثيرابي فقط معالجة هرمونية إذا في حال وجود مستقبلات هرمونية موجودة بهي الكتلة فإذا بهي الحالة نحن عم نقدم شيء كتير كبير. طيب خليني أقول معلومة بسيطة كتير بلغة الأرقام اللي أنا وياكم تعودنا نخاطب فيها مشاهدينا إنه نحن بمريضة وحدة مصابة بالسرطان أوكي يلي الدولة السورية بكل الوضع يلي هي فيه هلا والتدمير المرعب اللي صار للمنظومة الصحية كاملة انه هي بتتكفل بكل علاج مرضى السرطان بما فيهم سرطان الثدي مريضة واحدة تكلف علاجها قيمة الرد الاجتماعي والنفسي بلا 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 مريضة واحدة يكفي لانه تصور على الاقل حوالي 25,000
أنثى صورة الماموغرام بعلاج مريضة واحدة. فلذلك يعني شوف إنه قديشه عم نعمل إنجاز كتير كبير من عدا بقية القصص اللي حكينا فيها نفسياً واقتصادياً واجتماعياً ومن جميع ومادياً والفاميلي كلياتها. يعني قصة مرعبة كلمة سرطان. أوكي طيب إذا اكتشفناه بشكل مبكر، عم نقول الكشف المبكر يؤدي إنه ناخذ فرصة شفاء تكاد تقارب 98-99%. إذا معناته شفاء شبه تام. تمام طيب نرجع كمان بقى شو الوسائل الثانية المتاحة بين يدينا. باللقطة الثانية الموجودة خلينا نحكي دكتور عن الفحص الذاتي. فحص الذاتي بس خليني احكي شيء، انه في كتير من البنات يمكن بيسمعوا على التيفي او بيشوفوا على الفيسبوك بيصيروا بيجربوا انه هنا يعملوا فحص ذاتي. نعم. فيمكن اكتر الـ الانتباهات انه في عقد بالثدي. ايمت منحس انه العقده هي فيها شيء ولازم نعمل صوره، وايمت لا انه هي عقد طبيعيه؟ طيب خليني اوضح نقطه. اكثر وحده اكثر حدا بالعالم بيعرف ثدي اي انثى هي صاحبته. خلينا ناخذ الخطوه الاولى. تمام هون. هي صاحبته. فلذلك انه هي من خلال الفحص الذاتي للثديين مثل بالبدايه هون علي الخطوه الاولى والثانيه، الخطوه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. انه هون لما بتكون هي واقفة كيف انه بس بترفع مثلا الايد الشمال لفوق الرأس، بالايد اليمين بتفحص الثدي وبتصير بشكل مدور دائري وليس بشكل عقدي. هي النقطة بدي وصلك يا هليا، انه هي لما بتفحص الثدي بشكل عاصر هيك هون بدها تلقط نسيج ثدي بتفكره عقد. ايه. تمام. وإلى هو فقط إذا بده يكون في شيء عصر فقط للحلمة، إذا كان في مفرزات طلعت منها غير طبيعية، مفرزات قيقية أو نز دموي أو في شيء يعني ما نو مألوف، هون وقتها هي تكتفي بهي المرحلة وفقط بتراجع طبيبة. هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بقى لما هي بتاخذ الفحص الثدي وهي متسطحة، وهي متسطحة وقتها على الظهر، لأنه هون بهالحالة بيكون فرش الثدي بشكل كامل بشكل عرضي، صارت قادرة تاخده للثدي بشكل دائري أو بشكل أرباع، يعني تقسمه بشكل أرباع، ربع العلوي الوحشي. أنا بسموه في ثلث وحشي هذا الربع العلوي الوحشي، ربع العلوي السفلي. المهم هذا أكثر شيء. أي طبعاً، إنه هي المهم تقدر تقوم بعملية مسح لكل ثدية بشكل بسيط. مع التأكيد ما في حدا بيعرف ثدي أي حدا غير الأنثى صاحبة الثدي. في وقت معين دكتور كمان للفحص الذاتي؟ تماماً تماماً. نفس الوقت يلي بدنا نتم فيه الابتعاد عن موعد ما قبل الدورة الشهرية. نعم. لأنه هون وقت بصير في احتقان، وهالاحتقان قد يكون بمعنى يتظاهر وبشكل وكأنه في عنا عقد، هو مانو عقدي بس الاحتقان لأنه هو مانو متساوي بكل الثدي. نعم. ومانو متساوي بكل الثديين مثل بعضهم. فلذلك بهي الحالة بنبتعد عن فترة ما قبل الدورة الشهرية وأثناء الدورة، وبعدها بيومين ثلاثة بنترك الثدي ليرتاح. تمام. وقتها بتقوم بهذا الفحص. هلأ إن شكت وقتها هي بأي شيء فورا بتلجأ لعن طبيبة وهو بيوجهها تكمل بقية الإجراءات. نعم إن شاء الله هيك يا رب تخف النسبة إن شاء الله. هيك بأكتوبر اللي جاي تكون أقل إن شاء الله. كون كل أشهرنا أكتوبر عن جد لازم دائما الفحص دائما الذاتي، والفحص أيضا عند الدكتور ما تهملي حالك. نشكرك كتير دكتور أكرم الأحمر، شكرا كتير لحضورك ولو وجودك ولنصائحك. ميرسي. شكرا لك دكتور على كل النصائح اللي عطيتنا. هلا